قعدت قدامي وهي منهارة من العياط وجسمها كله بيترعش من التوتر والخوف. قلت لها بهدوء: ممكن بس تهدي شوية عشان أعرف أفهم منك القصة من أولها وأقدر أساعدك كمان. حاضر، أنا أحكي لك كل حاجة يا أستاذة مروة، وأتمنى أنك تصدقي كل حرف هقولهولك وتقولي لي أتصرف إزاي وأعمل إيه في المصيبة دي. الموضوع بدأ بعد فرحي بأسبوع بالظبط، لما كنت قاعدة أنا وعادل جوزي وبنتفرج على صور السيشن بتاعت فرحنا اللي المصور بعتها لنا على فلاشة. كنا قاعدين بنتفرج وإحنا مبسوطين ومتحمسين على الآخر، بس فجأة بدأت ملامح عادل تتغير وهو بيسألني وبيقول لي: مين دي؟ انت شايفة اللي أنا شايفه ده؟ ركزت في الصور وأنا مش فاهمة ويقصد إيه بالظبط، بس هو توتر وكان خايف جدا وشغال يشاور على صورنا ويقول لي: في وش واحدة ظاهر معانا في كل الصور، انت ازاي مش شايفاها؟ حاولت أشوف اللي بيقول عليه بس ما لقيتش حاجة، مفيش حد في الصور غيري أنا وإنت وبس. وقتها راح يغسل وشه، أنا أكيد مجهد من قلة النوم. ولما رجع اتفرجنا تاني على الصور، بس المرة دي كان شايفها طبيعية جدا وما فيهاش أي حاجة غريبة خالص. ممكن يكون فعلا كان مجهد بسبب قلة النوم زي ما قال بالظبط، أو تجهيزات الفرح. على فكرة قلة النوم تعمل أكتر من كده. ما هو ده اللي كنت فاكراه يا أستاذ مروة، بس اللي حصل بعد كده كان كابوس حقيقي. عادل حالته ما كانتش مستقرة نهائيا، كل لما يشوف صورنا والفيديو بتاع الفرح كان بيشوف حاجات غريبة هو بس اللي شايفها. وبعد ما نشيل الفلاشة ونستنى شوية ونشغلها تاني ما لقيش حاجة، كان بيحلف انه مش مجنون، وانا ما كنتش عارفة اتصرف ازاي. حتى اهلنا نبه عليا ما جبلهمش سيرة خالص، وانا عشان بحبه كنت بسكت وبسمع كلامه. احكي لي يا غادة، انت اتجوزتي عادل ازاي؟ وهل سبق وشفتي له اي تصرف مش طبيعي قبل كده؟ بالعكس، عادل ده سيد العقلين، ده حب عمري من يوم ما وعيت على الدنيا، اصله ابن عمي ومن وانا صغيره بضفاير وانا بسمع ان غاده لعادل وعادل لغاده، ومن كتر الكلام اللي سمعته وانا صغيره اتكومت جوايا مشاعر الحب تجاهه بالفطره، وكبرت بيها ما كنتش شايفه حد غيره ممكن يدخل حياتي. بس هو ما كانش بيحبني زي ما أنا بحبه، أصله كان شاب متدلع لأنه وحيد أبوه وأمه وعيش حياته بالطول والعرض، وعندنا في البلد الولد يعمل ما بداله ومحدش يحاسبه لأنه راجل وعيبه مش لازق فيه، إنما البنت عيبها يلزق فيها وفي أهلها طول العمر. هو لسه في حد بيفكر كده؟ كملي غادة، كملي كملي الله يرضى عليكي. والله يا أستاذة مروة التفكير ده لسه موجود لغاية دلوقتي وعمره ما هينتهي أبدا طول ما العقليات دي لسه عايشة وسطينا وحوالينا. المهم إن أمي دايما كانت تطمني إن عادل ده مهما لف ودار وعارف بنات فهو في الآخر هيتجوزني أنا، وأنا اللي هشيل اسمه وهبقى مولاده في المستقبل. وإن أصلا ما فيش راجل مش بيعرف ستات، بس بعد الجواز ربنا بيهديهم وبيتحملوا المسؤولية وبيعقلوا. عشان كده أنا كنت بسكت خالص، وكنت شايفة أني فعلا مميزة أني هبقى مراته وشايلة اسمه، وقلت أكيد آخر كلام يعني مع دي ولا مع دي وخلاص، بكرة لما يتقفل علينا باب واحد هينساهم. وعدت فترة الخطوبة وأنا وعادل بعاد قوي عن بعض، كل واحد فينا في وادي مع نفسه. وقبل الفرح بكام يوم حصل قلق في بيت عمي اللي هو أبو عادل، ناس داخلة وناس خارجة ومحدش فاهم حاجة ولا عارف فيه إيه. ولما أبويا سأل عمي عن القلق اللي عندهم قاله إن عادل بيعمل تصرفات غريبة اليومين دول، وشكله كده معمول له سحر بالتفريق والخراب بيني وبينه، وأكد عليه إن الفرح لازم يتم في ميعاده عشان محدش يشمت فينا لأننا في بلد أرياف وكمان صرفنا مصاريف ياما. هو طبعا أبوك يوافق إن الفرح يكمل عشان شكله قدام الناس. بالظبط كده، وقتها عادل ما كانش بيرد على مكالماتي ولا حتى كان بيجي يشوفني، وأهلي كانوا ضغطين عليا ومسكين في جملة: هتتخلي عن ابن عمك في ظروفه دي؟ هتسيب اللي أذيكم إنه ينتصر عليكم ويفرق بينكم؟ الست الأصيلة
تقف جنب جوزها تحت أي ظرف. ورغم أنه لسه ما كانش جوزي عشان أقف معاه، بس سمعت كلامهم وقلت لازم أحافظ على حبي وأقف جنب ابن عمي في ظروفه الصعبة، وأكيد بإذن الله هيخف قريب ويرجع أحسن من الأول. وجي يوم الفرح، الطبل والزغاريت كانت مالية البيت عندنا وعند بيت عمي. يومها لبست فستاني وكنت جميلة قوي بشهادة كل اللي حواليا. كنت قاعدة في الأوضة وكتب الكتاب بيتكتب برا، بعتولي الدفتر ومضيت. وبعدها حصل اللي صدمني صدمة عمري. وهنا بدأت غدا تعيط بشكل هستيري، منظرها قطع قلبي. طبطبت عليها وقلت لها اهدي يا غدا اهدي وكملي أرجوكي. ايه اللي حصل بعد كتب الكتاب؟ بعد ما مضيت في الدفتر كلهم طلعوا من الأوضة وفضلت أنا وماما وكم صاحبة ليا، وفجأة لقينا واحدة داخلة علينا وبتقول إنها صاحبتي من أيام المدرسة وإنها عايزاني في موضوع مهم جدا. بصراحة ما كنتش فاكراها خالص، بس قعدت معاها لوحدنا عشان نشوف هي عايزة مني إيه في يوم فرحي ومش ممكن يتأجل. وكلامها صدمني صدمة عمري لما قالت لي إنها مش صاحبتي ولا حاجة، وإن دي حجة عشان تعرف تقابلني، وإنها عايزاني بخصوص عادل جوزي. اتوترت جدا وكنت حاسة إن قلبي هيتحرك من مكانه. أنا مش عارفة هي هتقول إيه، بس متأكدة إن في كارثة هتتفجر دلوقتي. وإحساسي اتأكد لما اتكلمت وقالت إنها جاية تحذرني من عادل وتعرفني حقيقته المستخبية. قالت لي إن عادل دمر حياة أختها الوحيدة ودمر حياة بنات كتيرة جدا غيرها، إن أختها كانت حامل منه ومن فترة جات هي وأمها وأختها لأبو عادل عشان يصلحوا غلط ابنهم، بس هم أنكروا وأولهم عادل اللي عمل فيها بريء، وقالوا لهم انتوا جايين تبوظوا جوازة ابننا، وطردوهم من البلد بعد ما هددوهم انهم لو فتحوا بقهم بكلمة مش هيحصل لهم طيب ابدا. قالوا لهم كده بالحرف، البنت اللي تسلم نفسها لشاب ما ينفعش تبكي بعدها لان محدش ضربها على ايديها، وان عاد الراجل ما يعبوش العيب حتى لو عمله، وانه هيتجوز بنت عمه المتربية اللي هتعرف ازاي تصون شرفه وبراحته كمان حتى لو عارف ستات عليها، ده راجل. أنا وقتها ما كنتش قادرة استوعب كلامها، عمري ما تخيلت إن عادل بالقذارة دي هو وأهله. والبنت عشان تثبت لي صدق كلامها ورتني فيديوهات لعادل واختها مع بعض، كان بيصورها من وراها وبيهددها بعد كده بيها. ولما شافت انهياري قالت لي أنا جايلك عشان تلحقي نفسك، كده كده خلاص أختي فرقت الحياة ومشيت من الدنيا بفضيحتها، بس انت حرام تدفني عمرك مع واحد بالقذارة دي. انفدي بجلدك يا غادة وانا ممكن اساعدك باللي اقدر عليه. هو بعدين عملت ايه يا غادة؟ كملت فرحك بعد كل اللي عرفتيه ده؟ ما كانش قدامي اي حلول تانية يا استاذة مروة. انا عارفة اهلي كويس قوي، عمرهم هيلغوا الفرح ويطلقوني بعد كتب كتابي بساعة ولو حتى فيها موتي. ما كانش قصادي حلول غير اني اكمل الفرح عادي، بس قررت اني مش هيلمس مني شعرايا لغاية لما اشوفها هتصرف ازاي. وقلت للكل اني عندي ظروف ما كنتش عامله حسابها وجت قبل اوانها. وفي مره وهو نايم اتسحبت بشويش وكلمت البنت اللي جات لي، هي كانت سايبه لي رقمها يومها، واتفقت معاها اننا نلعب عليه ونجننه عن طريق صور الفرح والفيديو عشان نشغله عني شويه لغايه لما اشوف هعمل ايه. عشان كده عملنا فلاشتين، واحده فيها الصور الحقيقيه والفيديو، والتانية لعبنا فيها وحطينا صور اختها معانا في كل الصور والفيديو. وطبعا عادل لما شافها اتجنن لانه عارف انها مش عايشه، وانا كنت ببدل الفلاشتين من غير ما هو ياخد باله عشان اجنله اكتر واكتر. ومن يومها هو مش بياكل ولا عارف ينام وحالته صعبه جدا، واي حد بيجي يزورنا ويشوف حالته بالشكل ده بيقولوا من الساحر. ما اصل هم كاتبين الكدبه ومصدقينها يا استاذه مروه، وانا قررت اجاريهم فيها لغايه لما اشوف هعمل ايه. ازاي ما قلتيش لاهلك يا غاده؟ يا حبيبتي دول اهلك وعمرهم ما هيرضوا لك الاذى ابدا. صدقيني هيخافوا من كلام الناس يا أستاذة مروة، أنا عارفة أهلي وعوايدنا كويس. أنا حتى ما كنتش أحكيلك الحكاية كلها، أنا كنت هقولك إنه مسحور وخلاص، بس لقيت نفسي بحكيلك كل اللي حصل معايا بالتفاصيل. أرجوكي ساعديني وقوليلي أعمل إيه، أنا استحال أعيش مع الشخص ده أبدا، استحال أربط مصيري بمصيره نهائيا. غادة خلصت كلامها وهي بتتنفد من الخوف والتوتر،
وبصراحة دي كانت من أكتر المشاكل اللي احترت فيها، وما كنتش عارفة أتصرف إزاي. بس عايزة أطمنكم إن بفضل الله الموضوع اتحل بعد ما اتدخلت فيه بصفة شخصية، وسافرت الأهل غدا بنفسي وفهمتهم الحقيقة كاملة، وتعامل يومها قعدة عرفية بين رجالة البلد وبين أبو غادة وعادل وأبوه، وكل حاجة اتعرفت قدام كل الناس، والكل عرف إن غادة لسه زي ما هي بنت بنوت، وطلقوها من عادل اللي ما كانش عارف ينطق قدام أي حد، وأبوه كان موطي راسه في الأرض مع إنه سبحان الله أبو الراجل اللي عيبه مش لازق فيه. وأهل غادة اتصدموا هم كمان في عادل وأبوه، وكانوا متعاونين معايا جدا، وقدرنا بفضل الله نحل المشكلة. وغادة عرفت هي وكل بنات البلد إن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن ما ينفعش البنت تخاف من الحق أبدا، وإن المحترمة لازم تتجوز اللي شبهها، مفيش حاجة اسمها يلف لفته ويرجع يتجوزني، الكلام ده ما يرضيش ربنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. البنات اللي صانت نفسها ما تتجوزش غير الرجال اللي بجد، إنما أشبه الرجال اللي بيغضبوا ربنا وما بيعرفوش الشرع ولا الحلال من الحرام، ما ينفعش نفتح لهم الباب أصلا ولا حتى نوربه، ولا ينفع نعمل حساب لصلة قرابة ولا دم، خاصة لو كان ده على حساب بناتنا. وهفضل أقول لكل أب وأم، لو اكتشفتوا أي حاجة مش مظبوطة في عريس بنتكم حتى لو يوم الفرح نفسه، اوعوا تكملوا الجوازة الفاشلة وتحكموا على بنتكم بالإعدام، خاصة إنكم بتعملوا كده عشان شوية مظاهر فارغة وعادات مجتمع مزيفة إحنا اللي فرضناها على نفسنا وديننا بريء منها ليوم الدين.